يعني في كل مرة تحدثنا فيها عن الحرية يأتيك بألف تحفظ، لأنه في الحقيقة لا يريد أن ينظر للحرية، هو مستمتع بالعبودية. الحرية ستأتي بكذا وكذا 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 وكذا. إيه طبعا كل شيء إخواني، هذه الدنيا ليست عالم التمحض ولا التجرد، ما فيها خير مطلق، ما فيها شر مطلق، ما فيها شيء مطلق. هذه الدنيا كل شيء له مزايا وله مثالب، له إيجابيات وله سلبيات، طبيعي. حتى الحرية وحتى التسامح، كل شيء، حتى التعصب له إيجابياته طبعا، كما قال دينورفال، تعصب له إيجابياته كما قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن سلبياته أعظم من إيجابياته مليون مرة، أليس كذلك؟ ليس هكذا تورد الأمور، ليس هكذا يدار عالم الفكر أو الأفكار إخواني وأخواتي. لا، التسامح لا يعني إلغاء القوانين. لذلك الآن هنا في الغرب هذا الذي يعني يتحدث كثيرا عن التسامح، وبلا شك أصاب أقدارا هائلة من التسامح، بفضل هذا التسامح نعيش نحن هنا كمسلمين مرفوعي الرأس، نخطب ونؤذن ونكبر ونصلي. طبعا لم ننل ولا ينال أحد كل حقوقه، لأن هذه المجتمعات ليست مجتمعات مثالية، لم تغلق قوس التاريخ، لكن تنال أكثر مما تناله في بلدان عربية وإسلامية باسم الإسلام وباسم حتى أخوة العروبة، مش بس أخوة الدين، أخوة العروبة. لا تنال ربما عشر ما تناله هنا، حتى العشر كثير، حتى العشر كثير. هذه حقيقة، هذه حقيقة. هنا يتحدثون في مجتمعات التسامح أيها الإخوة، عيش التسامح والتنظير وفلسفة التسامح وأشكلة التسامح، يشكلون هم حتى على إيه؟ على مفهوم التسامح. يتحدثون عن التسامح المتعصب كهربرت ماركوزي، يقول لك هذا تسامح تعصبي. طبعا حين لا تعطي الناس القدر الكافي من المعلومات، من الحقائق، من المعطيات، حين لا تمكن الجماهير والعامة من أن تصل إلى مصادر المعرفة ومصادر المعلومة، تسامحك هذا التسامح قمعي طبعا، لأن هذه الجماهير في نهاية المطاف ستسير في اتجاه السلطة التي تخلق لها الرأي وتحدد لها اتجاه. يقول ماركوزي هذا تسامح قمعي، يؤشكل هذه الأشكلة، يؤشكل مفهوم التسامح. هذا شيء جيد جدا ونبيل ومتقدم، هذا متقدم فكريا وثقافيا إخواني وأخواتي. يتحدثون عن زيرو تسامح، يقول لك إذا أشياء معينة هناك زيرو، صفر تسامح أو تسامح صفر. مثلا إذا أخطف الأطفال ما في تسامح، زيرو. لا ينبغي لدولة على الإطلاق ولا جهاز أمن أن يتساهل، يقول لك تتسامح، تتسامح مع هؤلاء الوحوش، مع هؤلاء الغيلان الذين يخطفون الأطفال، يعدمونهم مستقبلهم أو مستقبلات من جهة التعبير، يدخلونهم في دائرة جهنمية من تجارة الجنس والمدع والفسق، شيء غريب، طلبا للنقود أيها الإخوة، طلبا للمال، طلبا للثراء الفاحش السريع، خطف النساء بالملايين. وطبعا هذه المرة نساء بيض، هذا الرقيق الأبيض مش الرقيق الأسود، بالملايين. خطف النساء، تجارة الأعضاء، تجارة الأعضاء، جرائم قتل مقننة يحدث هذا في الغرب الأوروبي والأمريكي. تسامح صفر يقول لك، وبعدين بدخل الإرهاب عاد، وهذه قصة كبيرة، قصة معقدة. لكن الإرهاب إذا اتفقنا على أن شيئا ما هو إرهاب حقيقي، التسامح صفر، ما في، ما في أن تنفذ برنامجك السياسي، تمارس ضغوطات سياسية بقتل مدنيين عزل، لا ذنب لهم، هذا هو الإرهاب الوقح القبيح، لا ينبغي أن يتسامح معه أحد تحت أي ذريعة. قتل وحجز أيها الإخوة، اختطاف مدنيين، أخذهم كأسرى، عزل لا علاقة لهم، لكي تفرض خيارك السياسي، هذا إرهاب بلا شك، هذا إرهاب باسم الدين، باسم الوطن، باسم أي شيء لا يعنيني، هذا إرهاب. التسامح معه صفر. الكل يتفق على هذا إخواني وأخواتي.